بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن معرض اي في اوتو شو الخاص بالسيارات الكهربائيه. زي ما شفنا في الفيديو السابق معلومات عن المعرض، هنبدأ نشوف هنا الاكسبيشن اللي هو المعرض او العرض. تعال نشوف about the event، الحدث ده العظيم اللي هيحصل يوم 9 ان شاء الله اكتوبر، هيستمر من يوم 9 ل 11 اكتوبر. الناس بتقول عنه ايه؟ لو احنا بصينا هنا هنلاقي ان ده النسخة الثانية من معرض السيارات الكهربائية الذي يقام في السعودية من تاريخ 9 ل 11 اكتوبر، تاريخ مهم جدا لازم تحفظه. تزايد الطلب من العارضين خلاهم عملوا المعرض ده في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في التاريخ من 9 ل 11 اكتوبر، تمام؟ ده يعتبر اكبر معرض للسيارات الكهربائيه في المملكه العربيه السعوديه وفي الشرق الاوسط، تمام؟ من خلال المعرض بيتم تقديم سيارات كهربائيه وعلامات تجاريه أمام سوق السيارات الكهربائية العالمي. الهدف الرئيسي من المعرض هو تعزيز التنقل الكهربائي، تمام، وإن أنا أجيب كل الستيك هولدرز أو أصحاب المصلحة الرئيسيين والمصنعين وأصحاب القرار والناس اللي حابة تفهم وتدخل في مجالات السيارات الكهربائية أو تشتري سيارات كهربائية، وبالتالي الحدث بيتيح لجميع العارضين ان هم يعرضوا منتجاتهم او سياراتهم او معدات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة والخدمات في قطاع المركبات الكهربائية امام جمهور كبير جدا ومتحمس للسيارات الكهربائية. بتعرض منتجاتها قدام المستثمرين، بتعرض منتجاتها قدام قادة الفكر ومجموعة واسعة جدا من الأشخاص المحبين لصناعة السيارات الكهربائية والسيارات الكهربائية بصفة عامة. زي ما احنا شايفين كده، مع تحقيق المملكة العربية السعودية لخطوات كبيرة في مجالات السيارات الكهربائية وسعيها لتصنيع، خلي بالك، أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية في 26، يعني الرقم ده مهم جدا، يعني هيبقى في تصنيع اكتر من 150 الف سيارة، تمام، كهربية بحلول 26. احنا في 23 دلوقتي، يعني بعد 3 سنين. طبعا الحدث ده او المعرض ده بيتماشى مع اهداف المملكة العربية السعودية في الاستفادة من السيارات الكهربائية وتحقيق رؤية 2030 نحو التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المستدامة. التارجت ان انا اروح للكلين تكنولوجي والسستينبل انرجي سورسز، وبالتالي ده حدث مهم جدا، لازم معظم الناس او كل الناس المهتمة بالسيارات الكهربائية ومحطات الشحن تحضر هذا الحدث العظيم. والسستينابيليتي والاستدامة والسيارات الكهربية هم تقريبا أسرع القطاعات نموا في المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذا الحدث يعد، تمام، أكبر معرض للسيارات الكهربية والتكنولوجيا، تمام، في نظام الوصول إلى النظام البيئي للتنقل الكهربائي. كل ده، تمام، هيكون أندر وان روف، تحت سقف واحد. يا اخوانا مؤتمر مهم جدا، معرض مهم جدا، اي في اوتو شو، اي في اوتو شو من 9 ل 11 اكتوبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. الجزء ده احنا دخلنا على الموقع وجبنا اكسبيشنز اباوت الايفنت وخدنا الجزء ده اللي بيعرفنا أهمية معرض السيارات الكهربائية من 9 ل 11 اكتوبر في الرياض. واشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بـ EV Auto Show، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.